اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. رمضان كريم، بنستعد واستعدينا ان احنا نعمل عمايل كحك العيد النهارده ان شاء الله، وان احنا ازاي نبدع في عمايله. طبيعي ان مع بدايه عمايل كحك العيد كل الاسر المصريه، ودي شيء عظيم بالامانه انا فتحت عيني عليه، ان اللي بيعمل كحك العيد ما يعملش فطار، واللي عندهم عمايل كحك العيد بنفطر عند الاسره الثانيه، يعني بالتبادل يعني. فانا النهارده بصراحه حبيت النهارده نعمل حاجه لطيفه، يبقى المطبخ بتاعنا فيه افكار حلوه كده وفيه تغيير. عايز اعمل النهارده طبق فته حلو، هنعمل فته الدجاج باللبن، شوف نعملها مع بعض ازاي. معايا فرخه بتستوي على النار عشان نكسب وقتنا، شايفين الفرخه ازاي؟ معاها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل، ريحه الشوربه حلوه، هنعمل بها الفته، والفرخه دي هتتفصص مع الرز والخبز المحمص، هتعجب حضراتكم ان شاء الله. معانا كمان سجق النهارده، هنعمله طاجن بالبصل والطماطم، في ايدك تخليه سبايسي شويه اذا جوزك بيحب او الاسره، وتقدر انك انت تبدعي فيه لان حته لحمه ضاني حلوه معموله سجق لطيف وجميل. انطلب مننا شوربه المشروم بالكريمه، هنعملها النهارده ونشوف اسرار عمل شوربه المشروم بالكريمه. بتاخد الكريمه بعد التسويه ولا قبل التسويه؟ وازاي المشروم يبقى تقيل كده ولها قوام لطيف وبسيط؟ الحلو بتاعنا النهارده بالامانه كنت عايز اعمل كاسات الكنافه بالمانجا، دورت على مانجا ما لقيتش لاخر لحظه، فغيرنا بدل المانجا فراوله، والفراوله عندنا بلدي وزي الفل وطعمها عسل. هنعملها النهارده مع الكنافه ونشوف نعمل كاسات الكنافه بالفراوله ازاي، واذا انت عندك مانجا اللي انا هعمله النهارده مع تغيير الفراوله بالمانجا، هي نفس الطريقه، غيرت بس الفراوله بالمانجا. تفاصيل كتير في الحلقه النهارده، السفره بتاعتي لا تخلو من طبق السلطه الخضراء في كل العناصر الغذائيه، علشان السلطه الخضراء مطلوبه على وجبه الفطار وهي اهم من طبق الترشي. تفاصيل كتير، ورمضان كريم، ورمضان في مصر حاجه تانيه، والسر في التفاصيل. احنا عندنا كمان على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه تفاصيل في حاجات كتيره واكله امي، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف، تعالوا نشوف خط سر الحلقه هيبدا ازاي. عندنا طبق رئيس النهارده، فتت الدجاج باللبن. طبيعي ان الفرخه هنا بتستوي وهي خلاص استوت الحمد لله، ونشيك عليها. عايز في الاخر ان انا اخد شويه شوربه حلوين. خلونا نشوف مقادير فتت الدجاج باللبن على طريقه الشيف المغازي، لان دي بتختلف فيها الاقاويل كتير. فرخه زي الفل، الله مستويه، بسم الله ما شاء الله، شفت اللحم طالع منها؟ جيبها لي كده حبيبي يا فاروق، حبيبي يا شفيه، معلش استاذ احمد شفيه المخرج الجميل. شايفه صدر الفرخه؟ هو ده اللي انا عايزه، لان دي مع لبن فلازم تكون الفراخ مستويه جامد جدا. هنفصص الفرخه دي بعد ما نشيل الجلده بتاعها، وناخد اللحم بتاعها الحلو ده كده، ونشوف ازاي مع الشوربه الحلوه دي نعمل طبق فته جامد جدا. اهم حاجه ان الفرخه تستوي حلو. طلعنا الفرخه من النار، حلو الكلام؟ بس تمام، دي اول خطوه. الخطوه الثانيه بنعمل شويه رز مصري. رز مصري بيتعمل بالحبهان ورق اللورو، نشوف نعمله مع بعض ازاي بالشكل ده كده. ده الرز، للامانه هو عايز شويه سوا كمان، فبعمل حركه لطيفه قوي. ايه هي؟ باخد شويه شوربه من شوربه الفراخ واشرب بيها الرز، ده الطبيعي. الشوربه اهي الحلوه دي كده، الدسمه الحلوه دي كده اهو. يوم الرز ياخد طعم الايه؟ الشوربه. التفاصيل الصغيره دي بتفرق في الطعم وتفرق في الشكل وتفرق في التقديم وحاجات كتيره قوي. وهدي النار على الرز ده علشان يكمل سواه شويه. شوفي الخطوه اهي، بس واقلبه. حلو، ده مهم جدا، نقلب الرز والدنيا عامله ايه؟ هتلاقيه مفلفل معاك وزي الفل. الله الله، اهو خد طعم الفراخ. شفت شوية الرز دول؟ ادينا الفته على الشاشه، معانا فرخه في النار مستويه زي الفل، مهريه من السوى انا عايزها كده. معانا شوربه جميله بتتكلم عن نفسها، فيها جزر فيها كرفس. معانا رز مصري مسلوق وجاهز. معانا عيش بقطعه بشكل مختلف، هو العيش كده كده هيتحمر، بس انا عايز احمره النهارده بطريقه مختلفه علشان نعمل بيه الفته. والباقي يبقى موجود عندك في المطبخ بتاعك، تقدميه مع اي اطباق تبقى لطيفه وحلوه. الاولاد بيحبوا الحاجات المقرمشيه ديت. العيش بتقطع كده، بتجيب العيش الشامي الحلو ده كده وتلفيه رولز كده اهو، كل الرغيفين مع بعض بالسكينه. حلو، وشوف انا هحمر العيش بتاع الفته ازاي بطريقه مختلفه شويه. وسكينه حاميه، اوعي تعوري ايدك اهو بالشكل ده كده. حلو، واخد العيش ده يا عم الشيف زي ما هو كده واحطه فين؟ هنا.
اللهم صل على النبي. ده العيش اللي هيتحمر. عمر اطعم العيش ده، اطعمه بايه بقى؟ نصلي على الحبيب قلبك يطيب. حلو قوي، معانا شويه بابريكا، شويه كمون معانا، حلو الكلام، وشويه كركم. تاني بابريكا، هدلع العيش ده لان العيش برضه هو السر في الايه، في موضوع الفته. العيش كده، هتقولي لي طب ما التوابل دي يا ناصح انت يا شيف هتنزل في قلب الزيت، تبقى عملت ايه؟ اصبر على رزقك، انا مظلوم، انا غلبان. وادي الكمون، وادي البابريكا، وادي الكركم، حطيته على العيش بالشكل ده كده اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ فص توم حلو كده ادلعه ده على العيش. واعمل ايه يا عم الشيف؟ هو ده وانا شغال كده، عنده ميه اهيت، اللهم صل على النبي، شقشاء ميه. شفت الحركه دي اهو اهو، بايديا كده اهو اهو، وافلفله كده، تقوم التوابل تثبت مع العيش اهو. الله، شفت ازاي الفكره؟ اهو بقى العيش هنا خد طعم تاني، ما بقاش عيش ده، بقت اكله اهي اهو اهو. شفتوا هنا الابداع؟ هنا توصلي ازاي لمراحل الابداع والفن في المطبخ. اهو العيش مش زي اي عيش، هتلاقي الفته بتاعتك طعمها مختلف. هتيجي صاحبتك تاكل عندك، صحابك، ضيوفك، قرايبك، هيقول لك العيش ده طعمه غريب. قول لهم فتحت القناه الاولى بشوف الشيف المغازي عليها، حمر العيش بطريقه مختلفه. لازم هنا يا ست كل الزيت يكون سخن جدا، اوعي الزيت يكون بارد، درجه حراره الزيت هنا تكون سخنه جدا، عاليه جدا. هننزل بالعيش كده اهو، اللهم صل على النبي اهو. يلا هو ده هو ده. طيب الفراخ، العيش تبص عليه كده اهو، هو ده اللي يسوي. اوعي تقلبيه، لو قلبت العيش ده هيتكسر منك، سيبيه زي ما هو كده. في حاجات لما تيجي تعمليها في قلب الزيت وهو بيتقلي، بتحمري مثلا سمك فيليه، انزلي بيه في الزيت وسيبيه يتحمر، ما تقربيش منه. بتحمري عيش زي ده، هو دي في مرحله دلوقتي حساسه جدا، مسكين يا عيني، اي تقليبه فيها هيتكسر. انا عايز العيش ده يتحمر كده، يبقى زي المكرونه الاسباجيتي، زي المكرونه النجدتيلي كده اللي بتبقى على العريضه. فهنسيبه كده يتحمر بشكله. حلو الكلام، ننظف المكان الزيت ونخش على اللي بعده، على طبخه اللبن. ما الفته ديت فيها اربع مكونات، فرخه اتسلقت، رز مستوي على النار، دجاج بيتحمر، سوري عيش بيتحمر، لبن هعمله دلوقتي. نشوف اللبن هنعمله ازاي. بنجيب بوله زي دي كده، اللهم صل على النبي، انا عايزك الفته دي تعملها النهارده وتعملها احسن مني. اه بوله زي دي كده اهي زي الفل، وعندنا زبادي، وعندنا طحينه، وعندنا توم ني، كل المقادير دي مع بعضيها. تعالوا نشوف هنعمل اللبن مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه الزبادي ينزل هنا. حلو قوي. الزبادي ده له قوام، القوام بتاعه الطحينه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، شويه طحينه كده، هو ده هو ده. طحينه على الزبادي. حلو قوي. فص توم محترم، فص توم ني مش مستوي. التوم بتاع الزبادي او طبخه اللبن بتاعه الفته يكون ني اهو، توم ني. برشه نعناع يابس، نعناع يابس حلو كده، ريحته حلوه اهو اهو. الله الله اهو، حلو قوي. الملح بتاعنا زي الفل، ينزل كده وكنترول على الملح، وعصره ليمون، اللهم صل على النبي اهو، ومعلقه زيت زيتون. ونرفع ايدينا ونقلب كل ده مع بعض اهو، ونرفع بس خلاص نقلب ده. التركايه الاخيره بقى، بعد ما بنغرف الفته دي يا عم الشيف، بيبقى عندنا سمنه بلدي. بناخد السمنه البلدي دي مع شويه صنوبر حلوين محترمين، ونحمرهم ونزين بيهم طبق الفته. نشيل كل حاجه من هنا ونوسع لنفسنا، حلو الكلام، ونقلب دول مع بعض. حطيت ايه تاني في الكسرونه عشان اللي جه متاخر اللي يزعلوني؟ طحينه مع زبادي. المقدار قد ايه يا شيف؟ يعني نقول تجيب عرض الزبادي اللي هما سته مع بعض، تفتحيهم وتملي واحده من العرض ده طحينه. اقول تاني المعلومه دي مهمه جدا، بسهل عليكي بكل الوسائل الطريقه السهله. ست علب زبادي ده عرض في اي سوبر ماركت، هنفضيهم في بوله وناخد واحده من السته نملاها طحينه بدل الزبادي، وننزلها على الزبادي، ونقلبهم مع بعض مع شويه توم طازه، نعناع يابس، ملح اهو زي ما انا شغال كده اهو زي الفل، وعصره ليمون، ومعلقه زيت زيتون.
تشوف العيش اخباره ايه. هو ده زي ما هو كده اهو، رفعته من الزيت مش هجي بس خلاص يبرد، سيبه يبرد هفضيه اهو. يا نعم حاضر يا فندم. ادي العيش اهو، العيش اهو نبص عليه كده نظره نظره اخيره قبل الفاصل اهو. ما قلبتوش زي ما هو اهو. الله اللهم صل على النبي. عينيا لسه ما خلصتش، هاجي لك كده عند البلانش الحلوه اللي انت بتحبها اهو. صل على رسول الله اهو. العيش متقرمش ازاي ده بقى هيشرب شوربه الايه. شايفين العيش باللون بتاعه اهو، يعجن مين يا حاج؟ احنا بنلعب ده خبره السنين يا باشا اهو. شايفين العيش اهو، ده العيش بقى ده، والله العظيم العيش ده نقعد كده بعد الفطار نقرمش منه، لا تقولوا لي فوزدو حلبي ولا لوز مقرمش ولا كاجو احلى من كل ده. هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اسرار تحمير العيش بمدرسه المغازي مع طبق فتت الدجاج باللبن، ما تنسوش طاجن السجق بالطماطم والبصل، والحلو بتاعنا كاسات المانجا سوري كاسات الكنافه بالفراوله. اوعى تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الطبيعي بقى ان احنا خلصنا قصه الفته، العيش اتحمص حلو الكلام، وعندنا اللبن جاهز، والفرخه للامانه راحت للمساعده بتاعتي بتخليها لي، بنكسب وقت يعني، وابدا اشتغل في حاجات تانيه عشان نقدر ان احنا نشوف الانتاج بتاعنا واحنا مع بعض. اول حاجه هشتغلها دلوقتي ازاي اعمل طاجن السجق بالطماطم، مقاديره على الشاشه، سجق بلدي. وتوصي الجزار بكلمتين حلوين في الشهر الكريم هيديك حته سجق حلوه. معانا طماطم ومعانا بصل زي الفل، طماطم وبصل وتوم، والبهارات بتاعتنا لطيفه وبسيطه كده لان السجق اصلا كده كده ايه متحرمش. حلو الكلام. وهنعمل كمان شوربه المشروم بالكريمه، الاثنين هيطلعوا مع بعض، هنعمل طاجن السجق هنا وشوربه المشروم هنا. المقادير مع بعض مع حضراتكم على الشاشه. حلو الكلام. اول حاجه قبل البلانشه بتاعتي نحط عليها لحمه، بقطع المشروم ده كده اللي انا هعمله شوربه اهو، انا بقطع شويه المشروم، التقطيع دي مطلوبه علشان شكل المشروم يبان، سبحان الله شكله حلو بعد التقطيع، انا بحب شكله بعد التقطيع مش قبل التقطيع، بحب الشكل بعد التقطيع بالشكل الحلو ده كده، السمر والبياض مع بعض اهو. ده كده المشروم جاهز حلو، وعندي سجق بلدي. هقول لك بقى على سر السجق البلدي ده، فيه ميزه البعض بيعمله بتلاقيه يتهري منك وانت بتعمليه، فانا هقول لك ازاي ما يتهريش. طاجن السجق بتاعنا ده كده، لان ممكن يكون وجبه سحور لطيفه. شايفين انا بشيل ازاي البذره بتاعه الطماطم دي مطلوبه عشان ديت برده مش عايزينها، شيلها كده خلي بالك ديت، انا لما بشوفها في طبق السلطه بقوم من على السفره او في اكله للامانه. الطماطم كده اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ننزل بالفلفل الاخضر بتاعنا الحلو ده كده، مهم جدا تقطيع الخضار بشكل حلو لان ده بيبان مع شخصيه السجق. لما تيجي تعملي سجق، تعملي صواني، تعملي فاهيتا، تقطيع الخضار لازم يكون شكله يفتح النفس، واخد شكل حلو كده علشان ده بيبان في قلب الطاجن. قطعنا دول كلهم مع بعضيهم، ننزل بالبصل هنا مع البصلايه الناعمه. ميزه الطاجن ده فيه كل حاجه كده اهو، ونقلبهم كده، بصل، بصل ده ياخد وقت معايا. تعملي ايه بقى؟ خليكي زي الشيف المغازي كده في الموقف ده، تعملي ايه؟ خدي التركايه دي، بتحطي معلقه زيت صغيره، والله انا بعلمك حاجات تخليكي في المطبخ زي ما قالت الست ام كلثوم، واثق الخطوات يمشي ملكا اهو. هو على النار، عمنا البصل على النار، بعمل ايه؟ بغطيه. انك تغطيه بالغطا ده كده بيعجل موضوع التسويه وبيستوي معاك بسرعه. ناخد السجق بتاعنا الحلو ده كده في قلب الزيت بتاعنا ده الشديد اهو، الطريقه الحلوه ديت اهو سهله، واجيب سكينه صغيره اللهم صل على النبي، واخد السجق ده كده اهو في قلب الزيت نفس الموضوع العب
الصدمه الناريه اللي دي كده بتحافظ على شكله. ودي كمان اخر حاجه، والقرن الفلفل ده معاهم. يلا حلو الكلام. البصلية اخبارها ايه؟ على النار. والطماطم معانا والفلفل بناخده في طبق كده. ده الشغل. على ده ما بيستوي احنا بنشتغل مع بعض في طبق الشوربه بتاعتنا المشروم بالكريمه. استاذن الاستاذ الرحاب مقادير شوربه المشروم بالكريمه على الشاشه. مقادير بسيطه وسهله في متناول الجميع. معانا شويه مشروم شفنا تقطيعهم ازاي. معايا بصلايه ناعمه زي الفل، معايا فص ثوم محترم، معانا من الحليب 1 كوب، معانا من الكريمه اللباني 1 كوب، والبهارات بتاعتنا شويه ملح، شويه جوز الطيب زي الفل. تعالوا نشتغل فيها مع بعض واحنا شغالين جنب السجق بتاعنا الحلو. اخبار السجق اهو. بص عليه كده، بص على السجق. السجق بيتكلم مصري، سجق بلدي لحمه ضاني. اهو 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 اهو. يلا يلا نبص على السجق. التحميره دي مهمه جدا. بجهز له الخلطه بتاعته، الكشنه بتاعته اللي هي بصل طماطم فلفل بهاراتك زي الفل، والقرن الفلفل ده لازم. حلو الكلام. نشتغل في الشوربه بتاعتنا. ادي التومه وادي البصله وادي المشروم بتاعنا. هنعمله بزبده ولا بزيت يا شيف الشوربه؟ خلينا نعملها بمعلقه سمنه حلوه كده، احنا في رمضان محتاجين شويه تغذيه. حلو الكلام. بصلايه ناعمه، تحميره حلوه. يا نعم يا فندم. ده السؤال ده يخص مين بقى؟ قولي لي. ايوه هو ده. جالي سؤال من الكنترول دلوقتي والله العظيم، انا بحب الصراحه. ايه الصراحه؟ قالت لي يا شيف مغازة اتحمرت في الزيت كده لحمه بفلفل. طب انا اعمل فيه بقى؟ ما هو الزيت ده بتاع اكل مش بتاع حلو. يعني عايزه اتحمري فيه قطايف بعد كده؟ هتمسكي الزيت ده يا ست الكل تحطيه فيه، تصفيه في حله وترش عليه شويه ملح خشن، هياخد الرواسب والنواعم بتاعته ينزل بيها. تسيبيه لما يهدى خالص وتصفيه ببرطمان، وتقفلي البرطمان ده وتكتبي عليه زيت آلية لحوم مثلا وزيت آلية أكل. لو بتحمري حلويات نفس القصة، حمرتي قطايف حلوة، حمرتي كنافة، حمرتي أيا كان بتحمريها، بلح الشام برضه، تحطيه ترويقة الزيت يعني، تحطيه في حلة وتحط عليه ملح. يوم الملح التقيل بياخد الرواسب بتاعة الزيت والنعومة بتاعة الأكل والرواسب كلها وينزل بيها في القاع. تصفيه بالراحه خالص، واخر شويه اللي هم في ارضيه الحله بتستغنى عنهم باي باي، بيطلع معاك الزيت رايق وزي الفل. هنا البصلايه اتحمرت مع المشروم بتاعنا، خلصت الشوربه كده اهي زي الفل. تمام. فص توم ني ينزل هنا. نبص على السجق اخباره ايه؟ هو ده استوى معايا زي الفل. نعمل ايه بعد كده دلوقتي؟ الاثنين طلعوا مع بعض وانا واقف في قلب المطبخ، هي دي الشطاره. اخد شوربه من شوربه الفراخ اللي انا سالي فيها الفراخ مسبقا معانا هنا اهي. بص عليها كده اهي. الشوربه دي اللي هعمل بيها شوربه المشروم بالكريمه وانا شغال كده. شفت المطبخ ماشي ازاي معاكي؟ هنخلي شويه شوربه للفته وشويه شوربه لشوربه المشروم. اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. اوبا اوبا. هو ده هو ده. تمام. ادي شوربه المشروم بالكريمه طلعت معايا وانا شغال. نبص على البصله حالا دلوقتي، اوريك احلى بصله في مصر كلها. استوت ازاي وخدت اللون ازاي من غير ما تشيت مننا ومن غير ما تتحمر مننا. وشوربه المشروم كمان جاهزه زي الفل. كل ده وانت في المطبخ اتعلمي الشطاره مني. ناخد اللبن بتاع الشوربه. اللهم صل على النبي. خلصت الشوربه بتاعتي. اسيبها تغلي غلوه الثانيه، بحط الكريمه اللباني واقدمها. عايزه معاها كرفس الاختيار ليكي. نبص على البصلايه الحلوه ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. فين البصلايه اللي كان لونها من شويه؟ راحت فين البصلايه؟ ريحتها زي الفل بتتكلم مصري. ننزل بالفلفل الاخضر والطماطم والبهارات بتاعتنا. وانت مطلوب منك تقف في المطبخ زي الشيف كده؟ طبعا لا، انا بعلمك ازاي تخش على المطبخ وقلبك جامد. اي اكل هتعمليها هيعجب ولادك طالما انت داخله المطبخ بحب. ناخد السجق بتاعنا البلدي. اللهم صل على النبي. ده ايه السرعه دي يا موازي؟ بس خلصت. هدي الزيت. ونقلب كده. شفت السجق؟ انس ياخد غلوه تانيه تالته رابعه، عمره ما هيفرتك منك في قلب الصلصه. زي ما تكوني بتحمري كده الممبار.
طاجن سجق بالبصل والطماطم بيتكلم مصري بحب. زي ما هو كده يا شيف، هنحطه في كاسرولة وندخله الفرن يعيش مع نفسه. حلو الكلام. والشوربة خلاص هغرفها حالا دلوقتي. طاجن هنا كده، يلا يلا، الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي، الله ينور فرسان التلفزيون المصري. ايه الحلاوة دي يا شيف، طلع الطاجن بتاعي اللهم صل على النبي، والقرن الفلفل بشخصيته بهبته على وش السجق. درجة حرارة الفرن عندي كام يا شيف؟ 180. ما احرمكش من مكعبين زبدة حلوين كده هيخلوك تنطق وتبقى ايه، فلة في قلب الفرن. اللهم صل على النبي. نظرة أخيرة على طاجن سجق بيتكلم مصري في قلب الفرن بالتحبيشة بصلة وتومة. ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي. ورجعنا لحضراتكم لأسرار عمل طبق فتة بيتكلم مصري. هو طبق الفتة بالدجاج ده معروف من المطبخ اللبناني والمطبخ السوري للأمانة يعني، أو المطبخ العربي، ولكن إحنا المصريين كالعادة مبدعين. ممكن نشوف الحاجة يعني مثلا زي مثلا حد بيحب مثلا الكشري بتاعنا والملوخية بالأرانب لما يعملها أحسن مننا، معناته إنه بيحب الشعب المصري. نفس القصة، أنا لما أعمل أكلة من المطبخ السعودي أو المطبخ اللبناني أو المطبخ المكسيكي المطبخ الهندي، ده دلالة على إن إحنا بنحب الشعب ده. فالطبيعي ده احنا لازم نبدع في الطبق ده. معانا العيش بتاعنا اتحمص زي الفل، معانا شوربة لطيفة حلوة متوصي بيها مغذيها، اشربها من ايه يا عم الشيف؟ من هنا كده اهو الشوربة اهي، وانزل كده على العيش اهو اسقسقه. طبعا هو العيش اصلا مش محتاج ان يتسقسق، يعني انا متوصي بيه في توابل والبهارات ماسكه في اللقمه وزي الفل. زي ما قلت لك كده، انت بتاكلي فول سوداني مش عيش، بتاكلي كاجو. شايف السقشاه ديت؟ هو ده. وانا بصراحه ما هي الفته دي برضو اذواق، في البعض يحب العيش مستوي جامد يعني شارب كتير، والبعض ما يحبوش كتير. انا من الناس اللي يحب العيش ما يشربش شوربه كتير للامانه. ليه يا عم الشيف؟ علشان احس بطعم الفته، ما احسش انا باكل عجينه. خلوا بالكم، اخد الرز بتاعنا ده كده. الله، وانت بتغرفي بقى الرز بيني جمال العيش، يعني ما ايه الاطراف كده سيبيها، سيبي نص سنتي داير ما يدور او سنتي كده، طبقات كده طبقات. زي ما انا شغال كده. حلو قوي، هرم اهو. حلو، نعمل ايه تاني يا شيف؟ شوية الخبز اللي لنا دول ننزل بهم على وش العيش. يا ويلي يا ويلي، هو ده. ونعمل ايه بقى؟ نفرد الفرده دي كده وناخد شويه رز تاني. الله، طبق فته يتسجل في التاريخ. حلو الكلام. نشيل الرز ده مش عايزينه من هنا. يلا شكرا. معانا فراخ، صدور فراخ مسكه داير ما يدور كده اهي. ممكن تحط جوه فراخ، بس انا بصراحه عايز احطها على الوش عشان الفت الانظار واقول ان احنا عاملين فته بالفراخ. شيل الجلد بتاع الفرخه وحطيه كده. معايا طاسه على النار على فكره بتسخن، احط فيها سمنه بلدي، معايا شويه صنوبر حلوين. انت هتشوفيه تقول عليه صنوبر، بس عشان دنيا رمضان مش عايز اكدب اخش النار، ده مش صنوبر، ده لوز متقطع شبه الصنوبر بيتباع عند العطار. حلو الكلام. يعني اللي مش عارف الصنوبر هيقول عليه صنوبر. حلو الكلام. فراخ اهو، غطيت الفته كلها بالفراخ، اشيل ده من هنا كده واحط معلقه سمنه حلوه كده اللهم صل على النبي في الطاسه الحلوه دي كده. حلو، كمان شويه عشان الفته دي بيلزمها سمنه بلدي، وعلى الطاسه الحلوه دي كده اللهم صل على النبي. ومعانا اللوز اهوت، يا مزاج. ده اللوز، ده لوز عند اي عطار هو بتقطع تقطيعه الصنوبر. انا بص عليه كده اهو، هو ده هو ده. التحميره دي مهمه، بهاراتك بهاراتك على اللوز. حلو، شويه فلفل. حلو تمام، ناخد ده كده التحميره دي كده. ده لوز، يا مزاج اللوز. جيبوا التفاصيل دي يا شباب،
فرسان التلفزيون المصري، اساتذه المصورين حبايبي اللي انا بحبهم. ايه الحلاوه دي؟ قول الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه في انحاء العالم، حتى في كوانزو في الصين متشافين الحمد لله. اهو 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 هرم هرم، انزل وغوص بالمعلاه وسمي بسم الله، الاذان ياذن مش هتقرب لاي طبق تاني. هو الطبق ده فيه كل التفاصيل، فيه الدجاج، فيه العيش، فيه الرز، فيه اللوز، يا مزاجك اللوز. تعالوا مع بعض نقدم طبق شوربه المشروم بالكريمه. اه مكانها هنا، معانا الشوربه جاهزه، كريمة اللباني جاهزة، أهي أهي أهي. هتبص على إيه ولا على إيه؟ الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها، اطلع من اللوز على الكريمة اللباني، أهو 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 أهو، العب أهو. شوربة المشروم بالكريمة أهي، المشروم بيتكلم عن نفسه أهو، والكريمة اللباني سيدة الموقف أهو أهو. شفت المشروم إزاي بشخصيته؟ التقطيعة دي مهمة جدا أهو أهو. شوربة المشروم بالكريمة، اللهم صل على النبي أهي. عندك إيه تاني يا شيف؟ هو ده الكلام. عندي حاجة في الفرن اطلعها كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب، طاجن سجق بيتكلم مصري. يلا عشان نستعد لكاسات الكنافة بالايه؟ بالمانجا ولا الفراولة؟ اوعى تكونوا نسيتوا بالفراولة يا فراولة، الله يرحمك يا متقال. استنى عشان عم ايهاب ما يزعلش مني، احط حاجة على الكوريان علشان الكوريان ما يتحرقش. اهو هنا هنا طاجن السجق الجميل بالطماطم. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ اظن كده التفاصيل حلوة، نشتغل في كاسات الكنافة بالفراولة. يلا اللهم صل على النبي، مقاديرها على الشاشة، لاحق ورايا لاحق. كاسات الكنافة بالفراولة، مقاديرها يا عم الشيف. نطفي النار دي كده عشان فاتورة الكهرباء ما تجيش عالية. بتشتغلي على غاز تطفي الغاز، تشتغلي على كهرباء يطفي الكهرباء. مش يعني ما تبقيش حاجة، لا فاتورة الغاز بتيجي ب 3 4 جنيه، والله العظيم أنا في نعمة، والله العظيم من غير الغاز الطبيعي ده في الايام المفترجه دي ما كناش نسوي حاجه بصراحه، ما كانش عندي دخلته. حاجه جميله جدا اهو. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنشتغل كاسات الكنافه بالفراوله على الرواق كده لغايه لما مخرجنا يقول لنا احنا خلصنا. مين يا ست الكل؟ زي الفل، نعمه. هنعمل 3 كاسات فيهم اهو. يا كاساتك اهو، اللهم صل على النبي. معانا اهو كريمه. فين كريم شانتيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، خلوهم يجيبوا لي الكريم شانتيه. عم هيثم تعالوا نشتغل فيها كده مع بعض. ادي الفستق، وادي عصير الفراوله، وادي الفراوله. نشوف المقادير مع بعض كده، البساطه والسهوله ازاي نعمل. يا نعم، يلا المقادير على الشاشه، المقادير على الشاشه. طب تمام زي الفل، حاضر انا اسف. هنحط الكنافه كده اهو، اهو حاجات سهله. ونصيحه مني في الشهر الكريم، عندك بنوته حلوه هتصحى من النوم بدري، اصحي يا ماما النهارده علشان انت اللي هتعملي الحلو في المطبخ. انا عايز الجو ده، الجو الاسري ده. هتعملي الحلو يا ماما؟ هتعملي الحلو النهارده. طب ازاي يا ماما اعمل حلو؟ انا هخليك تعملي النهارده حلو كده طفولي. ده صوص فراولة، عصير فراولة، يعني فراولة بلدي بتاعتنا ديت. قمعناها حطيناها في الخلاط، حطينا عليها سكر، ممكن بدل السكر تحط شوية شربات من شربات الكنافة أو شربات البسبوسة اللي عندك اللي بتعمليه من أول رمضان في قلب الخلاط وتضربيهم مع بعض. نحط كده كمان شوية كنافة أهو. كاسات الكنافة بالفراولة أو طبقات الكنافة بالفراولة أهو. حط فراولة من اللي متقطعة عندي ديت. أيوة ده، أيوة ده، هي دي الكريمة أهي، بدور عليها أهي. ينزل كده، انزلي بقى أهو. ده مشروع فاشل ده، شيلها دي من هنا. ناخد الكريمة دي كده نحطها هنا كده. انا قلت اعمل اختراع يعني. حلو، ناخد دي كده. عينيا، ايوه كده، ما تشوفنيش حبيبي، والله العظيم انت حبيبي. ما بيكون في حاجه كده المخرج يقول لي انا مش شايفك، اعمل اللي انت عايزه. شفت بقى لما المخرج يحاول لا عادي، والله العظيم المشاهدين بيحبوا الجو ده. خلي بالك، يقول لي انا بخدمك، يعني على اساس بيرسم ان انا ايه اكله اكله النهارده مثلا شويه ايه كنافه حلوين. شفت اهوت، بحط كده اهو. شفت الجو؟
اهو بنعرف نتصرف، اهو ما بنقفش على حاجه، اهو هي اهم حاجه ان انا احط كريمه عشان الاولاد بيحبوها كده اهو، واحط مع الكريمه دي كمان فراوله. حاضر حاضر عينيا اهو، حاضر حاضر عينيا اهو، حط فراوله بالشكل ده كده اهو، ونفس الموضوع هنا كده. طبعا اقول لك على حاجه، لو انت عايز تختم عشان عندنا موجز الانباء. طيب هنطلع احنا نخلص. طيب يا فندم، طيب انا عايز اقول حاجه، النهارده عملت ايه؟ عملت حاجه حلوه قوي، عملت فتت الدجاج باللبن، شفنا تفاصيلها ازاي، وعملنا طاجن سجق حلو قوي بالطماطم والبصل، وعملنا شوربه المشروم بالكريمه علشان اللي بيسال عليها من اول الشهر، وبنعمل دلوقتي مع بعض كاسات الكنافه بالفراوله. سيبوني اشتغل فيها لان عايز اطلع شكلها حلو. مطبخنا رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.